معرض هذه السنة معرض 26 هو معرض متميز بحيث حرصنا كل الحرص على أن يكون التنوع في العرض بحيث من بالنسبة للكتب والتنوع كذلك في البرامج الثقافية وإشراك أكبر عدد ممكن من جهات المغرب بحيث استدعينا المبدعين والكتاب من 12 جهة بالمناسبة رجل وامرأة سنكرمهم اليوم 6 مساء لملامسة أكبر عدد ممكن من المغاربة في جميع التراب المغربي لأن الثقافة للجميع وتكافؤ الفرص وكذلك إتاحة الفرصة لجميع المنتوج كيفما كان وخصوصا تشجيع الشباب والمرأة كما كان تميز هذه السنة و هاد الرونق الجميل بحيث ضفنا واحد الكونسيبت جديد وتعاملنا مع جميع الاطراف بانهم يحترموا الجوده الاروقه تكون مملوءه غير فارغه ويكون هناك عرض متميز وهناك نظام كما كتلاحظوا كاين الكاميرات كاين الناس منظمين بالنسبه للاعداد السيوله ما نخليوش المعرض يكتظ بالسكان حفاظا على الجانب الامني بالاضافه الى ضيف شرف للدولة الموريتانية الشقيقة اللي عندها برامج بوفد كبير جدا ولكن الحدث الأكبر هو الدبلوماسية الثقافية فهناك أمس حضر العديد من السفراء أمريكا اللاتينية من آسيا من أوروبا من إفريقيا بحيث استطعنا أن يكون اللقاء لقاء دبلوماسي ثقافي امتياز أولا لحضور المعرض ثانيا لعقد شراكات مع هذه الدول لتسويق الثقافة المغربية وحاولنا نصغى الى مفهوم جديد هو ليس معرض لكتاب البيع والشراء وانما معرض للثقافه المغربيه بكل مكوناتها وكذلك معرض للثقافات المتنوعه من العالم فنريد من الزوار هذه فرصه ليتعرفوا على ما يكتبه الاخرون وكيف يفكرون لان نحن بلد منفتح وبلد حضاري ويجب ان نخلق حوار ثقافي حضاري من خلال المعرض. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.